شو رأيك اترك شعري هيك عادي وما ارفعه؟ برأيي اذا بترفعي احلى بكتير، العروس بيلبق لها اللف. شو هو لون الفستان؟ لهلأ ما قررنا شو بدنا نلبسها. ما قررتوا حتى الموديل؟ بصراحة نحن استعجلنا شوي مشان طوب عرسي، بس كيف بدي اقول لك؟ بيشبه هذا الموديل كتير، حلو كتير. مو على اساس بنص ساعة رح تخلصوا؟ سيد ميماتي، العروس بتاخد معنا وقت زيادة. ميماتي مانك شايفهم؟ ما وقفوا شغل. ممكن تجي معي لحظة؟ تفضل. اعتبر هالحكي تنبيه. خلال 10 دقايق رح تجهز لها شعرها وتخلص، ولا بجهز لك شعرك ووشك. ماشي معلم. شبك واقف، امشي امشي. لازم نستعجل. ليش؟ السيد ميماتي عصب شوي، إذا استعجلنا بيكون أحسن. ايه يا أخي شو صار؟ عم ندور ميماتي. حاجة دوره بكفي، في عنا عرس. بس نلاقيه منخبرك ومنحكي. عبد الحي شغلي عقلك شوي. عقلك وقلبك ورجليك، وشو ما عندك شغله. بتحب اني شغل لساني كمان؟ بالاول لازم تقطع لسانك، وشوف كيف رح تلاقي كارا دغري. خلص بقى. كملي يعني الله يخليك. أمرك أخي. طول بالشغل. معلم والله حيرتني. بدك استعجل بالشغل ولا طول؟ ما عجبني الموديل اللي عملته، يلا غيره. لسه ما شفت الموديل. بقى كيف ما عجبك؟ ما عجبني يعني ما عجبني. بتفتح لي مخك، يلا امشي. ماشي معلم. والله احترت شو بدي ساوي. شو عم بيصير؟ رح نعيد من الأول. مسكي هدول. غيرت لوحة الشحن. ماشي. ألو سيدي، غيرنا اللوحات، نكمل الطريق تبعنا؟ لا، تركوا الشاحنة، خدوا الزلمة معكم وبعدوا عن المكان. سيدي خلينا نوصل نخلص. شو عم تقوص حمار بتضيع ولا؟ تعمل شو عم لك؟ جيبوا كارا شباب. طلعوني من هون، صار لي معلق طول الوقت، صدري رح ينفجر من قلة الهواء. وانا حصرت بدي روح على التواليت. شو مفكر حالك بباصفات؟ بدك تعملها بثيابك.
بماتي فكر اذا كثرت اتصالات رح نلاقي كارا بشكل اسرع. معلم باهم يوم مالكم جنبي رح موت من التوتر. لا تتوتر بماتي خليك متفائل. قديش رح تطولوا معلم؟ انا رايح لعند بابا عمر وسلوى عندي الكوافير، بس تخلص رح اخذها. اذا عندي الكوافير فخليك مرتاح لانه لبين ما يخلصوا شغله بيكون صار لنا زمان عندكم. معلم الشاحنة تحت. كابتن شفني من عندك، وين تقدر تنزلني؟ عجلوا شوي، خلونا نفوت بالغابة نضيعه. اتركوني، ما عم بقدر اتنفس، اوصوني هون. حطوه بالسند. جاهزين معلم. ذكروا عليه الصندوق منيح. عم تشوفوا؟ اطلع من هذا الطريق. حاضر سيدي. بسرعة حاول تنزلني بأقرب مكان. قديش مر الوقت بسرعة يا معلم، كأنك امبارح متت. هلا رح تقلي لو اني متت امبارح لكانت سلوى صغيرة. معك حق، الوقت عم يمضى والبنت الصغيرة كبرت. بس اجيت لهون لخبرك خبر حلو، بنتك بإيدين أمينة. بوعدك بشرفي اني ما رح زعلها لاخر نفس بعمري. رح تقلي وعدني انك ما رح تموت. بوعدك معلم ما رح موت. اه يا معلم. لازم ناخذ الطفل على المستشفى فورا. ما فيني، طالعين برات البلد، هونيك بدي اعالجه من المرض. طيب وليش ما عالجتيه لهلا؟ دكتور ما خبرك يا شارقة شو هي مشكلتي؟ ابني في مين بده يخطفه مني؟ ما فيني اثق بحدا. شوفي يا مدام، في احتمال كبير انك تخسري ابنك. اعطينا دواء ندبر في حالنا هاليوم. بكره ابني رح يكون بخير ورح يكون باحسن المشافي. لازم تجيبي هالدواء. وانا كتبت لك هون كيف تستعملي. هاي سلوى؟ ليلى البنت اتصلت كتير، ردي عليها. رح اتصل فيها بعدين.
حبيبتي أنا مشغولة، بعدين بدق لك. راح وقت الدواء تبعه من زمان. خلص طولي بالك، راح نلاقي ابنك بالسلامة. تأخر الوقت كتير. راح نلاقيه، خلص روقي. راحوا بالطريق الغابي. عبد الحي وقفوا لهاد. وقف 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 يا عم، تفضل السيارة. شو في مين انتو؟ يلا الله يخليك، لا تضيع عنا وقتنا، يلا بسرعة لو سمحت. يلا قلي شو عم بيصير. خود اشتري بهدول سيارة جديدة، وإذا بدك خذ الطيارة. شو خزيت العين يا عيني يا عيني. ما شاء الله ما شاء الله. شو ما شاء الله. شو كيف شايفتيني ستي؟ طالعة بتطير العقلي يا حبيبة قلبي انتي. ما شاء الله حبيبة قلبي وروحي. حسن برجع بعيد، ما بدي حدا يضحك عليك وتقوس بالعرس. ليش شفتني شي مرة عم قوس على الفاضي؟ ايه مزبوط، انا اللي كنت عم قوس طول الوقت بعرس احسان. هذا انت يا حسن اللي قوصت؟ لا ست نازك، حكمت هو عم يفتري علي. بتعرفي أبوكي وعمايله ما هي؟ طلع لي روحي رح يجنني. وقفي لشوف. استني هيك منيح، هلا اكيد رح يجي ركض. شو رح تعمل؟ اخذت لك صوره وبعثت له اياها، رح نشوف اذا رح يجي ولا ما رح يجي بسرعه. تعال اشوف. هوب بماتي، انت هيك دمرتني. شو كاتب معلم؟ جايب لي واسطة كبيرة يا عبد الحي. دوز بنزين دوز. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. أهلا ماما نازك. أبا دعي يلي خلاني ضل عايش لهلا هو هاي الحلوة. شو قال لك بابا؟ قال رح يجي فورا بعد ما شاف صورتك. شو فكرني بنت صغيرة؟ ما رح يجي بعرف. ولا الخانم أخذت موقف. شو؟ ميماتي؟ شو ما رح يجوا الشباب؟ إن شاء الله رح يجوا. يلا نحن خلينا نروح، العروس ما لازم تستنى. يلا ماما نازك رح نجيب سلوى ونجي، نخليها تبوس إيدك وبعدين منروح. شو يعني؟ رايحين تاخذوا البنت من بيتها بدوني؟ ماما نازك انا فكرت رايحك. بدي اجي حتى لو بدي اسحف على بطني، انا كم ابن عندي. ماما معقول خليكي تسحفي؟ بحملك على ظهري، المهم انك تجي. يلا لا اصوات من هاي الجهه يا عبد الحي، بسرعه. Thank you.
الو سيدي، عم نهرب من طريق الغابه ومراد هلا عم بيلاحقنا. تخبوا بشي مكان وانا جاي. سيدي ما بعرف شو نوع هالعميل اللي طلع معه ضيق نفس، الزلمه رح يموت. هذا من العفن اللي جوات صدره، ما رح يموت قبل ما اجي. عم تسمع؟ هذا امر، خليه عايش. انت خليه عايش. ليش دكتور انا؟ روح على هديك الجهة. ماشي معلم. شو لسه ما مات؟ طالعوا لبرا. ليك على هالشكل؟ بعد بعد. يا كلاب ظاهر انه قدر يخلص منه. لسه يا عبد الحي تعال. يا سلام، طالعه حلوه كتير. شو رايك تتصلي بليلى؟ اكيد ليلى مشغوله، والا كنت رح تلاقيها هون معك. معقول اليوم في شغل؟ أنا بلشت أقلق. قديشك طالعة حلوة. كنت بصدق إني حلوة كل هالقد لو ماني شايفة صور عرسك. من سوء حظ العروس إنه تكون أم العروس حلوة كل هالقد. أنتي ملاكي الوحيد. هذا أبوك جاب لي إياه وقال لي إذا ما حضرت العرس أنت بتهدي إياه. عن جد ماما؟ لدرجة إنه تخانقنا لأنه هيك عم يحكي. قال لي نسرين فهميني منيح، شو مفكرة إني رح أتقاعد؟ يا أما رح أعيش يا أما رح موت، ووقتها بتعملي اللي بقلك عليه. بس ما يكون زاد حاله.
الواحد لازم يعترف بالحقيقة. انت اخطر عدو بشوفه بحياتي. انت اول انسان بيفلت من بين ايدي وبيضل عايش. هلا رح تشوف حالك كتير، ما هيك؟ رح تخبر الناس كلهم انك قتلت كارا. رح ادخل التاريخ لاني هلا رح اقتل اكبر عدو لشعبنا. مراد على مدار، يا انت ملاكي المنقذ يا اما الك سنة قرابة مع هالملاك. كارا عندي شغل، يلا بعدين بنحكي. طلع شغل الملاك اللي بعرفه بيهتم بشغلة الموت والحياة، ماله شغل بالحب والغرام. ليش شو الموت بالنسبة لهميماتي؟ العرس بيوتره أكتر. يلا خلاص ماشي، تعال تعال ايدك عبد الحي. تعال. متأنا كتير مليت، بترجاك نطلع عشي محل؟ اليوم مالي نفس، مالي حابب اطلع. انت طلعي تعشي مع رفقاتك. بالفترة الأخيرة انت ما عم تهتم فيني، حاسس بهالشي؟ لا تطلع فيني هيك. امتى آخر يوم طلعنا فيه مشوار مع بعض؟ أو قعدت معي؟ طيب وهي قاعدين هون سوا. إذا حابي تقعدي معي قعدي هون، وإذا بدك تطلعي مشوار طلعي مع رفقاتك، بس لا توتريني. أهلين نسرين، قصدي مدام. رح أقول لك شي بده يفاجئك، بس اليوم عرس سلوى. ما تفكر أني نسيتك، بس بسبب وضع سلوى اليوم لا قدرنا نحدد العرس، وإذا بتجي كون ممنونة. بتشكرك لأنك عزمتيني، بس بتعرفي خايف جيتي لهنيك تنزع مرأكم. إذا ما أجيت مرأي اللي رح ينتزع. هذا آخر شي ممكن أعمله بحياتي، أكيد أنا رح أجي، وهيك أنا رح كون مبسوطة. شكرا لك. مو على أساس مالك نفس وما فينا نروح على محل؟ ماني رايح على مكان، رايح على عرس. إذا ما رحت رح يكون كتير عيب. منيح لكان، هيك منكون عملنا شي مع بعض. رح أطلع غير تيابي. أنا ماني رايح أتسلى، رايح أقوم بالواجب وأرجع دغري. عرس مين هاد متى؟ سلوى شاكر. هلأ فهمت ليش ما رح تاخدني. الله يعافي لك يا ابنك المريض؟ ايه ابني. استني دقيقة بس لشوف إذا عنا يا بالمخزن، ممكن تقعدي دقيقتين حتى أرجع؟ ألو حضرة الضابط. الملاك ما هيك؟ ايه طالعة مثل القمر.
وصلوا. أخي مراد معهم؟ لا، إجا معه بابا عمر. يلا. أساساً هي الذهب، هي تاج راسنا. إذا بتحطها فوق راسك رح تكون إلك يا ميماتي باش. قيمة الذهب بتبين أكثر بين إيدين الصايغ. ميماتي هو الذهب وهو الصايغ. الله يرزق الكل بهيك زواج حلو وإن شاء الله مبارك. أنا فرحت كثير بجيتك بابا. شوفتكم مبسوطين هي بتكون أكبر سعادة إلي. ماما نازل كمان بالسيارة. ليش أنا ما إلي حزام؟ مو على أساس بابا رح يجيب لك حبيبتي؟ على طول عم تضحكوا علي على طول. بنتي الحلوة واللي وشها كمان حلو، والحمد لله نصيبها طلع حلو، إن شاء الله بناتك بيطلعوا بيشبهوكي والصبيان يطلعوا يشبهوا أبوهم يلي كله رجولة. آمين ماما نازل. معلم ميماتي، أنا ما عرفت إذا ماما نازك دعت لكم ولا دعت علينا. دوب البلد مستحملة ميماتي واحد، شو بدنا نساوي بالبقية؟ عمران فكر شوي. إذا أولادي ما طلعوا بيشبهوني رح يشبهوا ضياء لاظي أو يطلعوا لخالهم الغبي. في أحسن من هيك دعوة؟ كان المشتبه فيها. ليش عمران عم يمشي هيك على مهله؟ شو بيعرفني؟ هي عمايل عمران. شو يا ابني؟ السيارة ضايقتني، ليش كل هالقد عم تمشي على مهلها؟ والله أنا ما دخلني يا ستنا، لمعلم ميماتي نبهني. لبينا ما يجي معلم مراد على العرس رح نضل عم نفتن هيك مني. بابا شو رأيك نروح على كل شهبة يا خنبار؟ نحن وين والولي وين؟ المكان ببايكوز ويكون الطرق كلها مفتوحة، وإذا جاي عبالكم نروح، وفينا كمان نروح على السلطان أيوب، وإذا تأخر المعلم مراد أكثر من هيك فينا نروح على حضرة الأك شمس الدين، شو رأيكم؟ Thank you.
رجعنا هون. المرة الجاية أنت عطيهم. ماشي حبيبي. لقينا المكان المتخبية فيه أنجي، متخبية ببيت واحدة من موظفين الإدارة. نبهوا الشباب دغري، ما تخليهم يداهموا المكان قبل ما نوصل. أنجي حالتها مو مستقرة، يمكن تأذي الطفل. ماشي يلا يلا. مراد على مدار، طمني كيف حبايبك؟ للعجقة نسيت خبرك، انت صرت جد. بنت ولا صبي؟ صبي. يعني رجع لي ابني فرمان. بتسلم على ميماتي بتقوله ما يواخذني لاني بدي روح دغري لعند حفيدي. ميماتي ما راح يسامحك بالمرة. مراد على مدار، شو عملتوا بخصوص مدار؟ هالشغلة ملخبطة شوي. خليني احضر حفيدي بالاول وبعدين ان شاء الله رح حل هالموضوع. لك صرت جد الكوز بقى. عيب عليك، أنا محارب قديم، كيف تفتشني؟ عفوا سيدي، تفضل. نعم أعزائي المشاهدين، الآن العريس والعروس وصلا إلى مكان العرس. أعزائي المشاهدين، حاليا نحن أمام صالة العرس. وفي هذه اللحظة عابد وينك؟ ماني شايفك. منيح إنه بس سلمناك شغلة الباب، هلا نزلت من السيارة. هي أنا وراك معلم. رح وقف قدام الباب، لا تشغل بالك. في اخبار عن المعلم؟ مع صديقه مراد على المعلم. خلص المهمه، رايح يغير ثيابه ويجي. نحن نقف على باب الباب. منيح ماشي، بشوفه العريس والعروس. هذا كل شيء الى الان، ولدينا معلومات عن مجيء ضيوف مهمين جدا، وسننتظر مجيئهم بكل شغف. بتفتشوا الكل واحد واحد؟ سيدي فتشنا كل الموظفين شخصيا وبعتنا اسمائهم على المخابرات. طيب ومين يلي استفسر عن الموسيقيين؟ لا تخاف، عملنا تحريات عن كل العمال هون، مو بس الموسيقيين، الخدم والعمال، وعن كل واحد بيشتغل هون. ما بدي يصير أي غلط، تصرفوا بلطف، وما بدي حدا ينتزع مرأه، وإلا بزعجكم. ها؟ ماشي معلم. أهلا وسهلا. شباب ما بدي أشوفكم تجاوزتوا هالحدود هي. ما بدي أي إزعاج للضيوف، كل شي بتعملوه من هون. فتحوا عيونكم منيح. الحمد لله بلش الدواء ياخد مفعوله. بتشكرك كتير سحر، فضلك ابني رد رجع للحياة. ما رح أنسى معروفك هذا بدون مقابل. أستاذي هذا البيت بدي تخلصوا لي ابني منا بأقرب وقت ممكن. خلوني حاكيها بالأول ورح حاول إقناعه. ما لازم نخاطر بحياة الطفل. وافقت بهالشي حضرة المدعي.
شو مشكلتها هي؟ ما بدها تتركني؟ طيب شو فينا نعمل؟ لهيهم لبين ما أهرب مع الولد. ما فيك تهربي، الشرطة مطوقة البيت كله. سحر ما عندي حل تاني، رح ياخدوا ابني مني. ست انجي احكي للشرطة وهنن بيساعدوكي أكيد. ليكي انتي شايفة هالمدعية اللي جاي مع الشرطة؟ هاي بتكون حبيبة مراد، طالما هي معهم ما حيردوا. مسكي الولد. انجي منعرف انك جوا، افتحي الباب اذا بتريدي مشان ما تكبر القصة. روحوا من هون، تركوني حاجي. انجي هذا مو ابنك، انت عم تغلطي غلطة كبيرة. بترجاكي اعطينا الولد. اخدتي كل شي مني، اخدتي زوجي، على القليلة تركي لي ابني بيحبني. بترجاكي انجي شوفي المرة شو صار فيها، لو مانو ابنها معقول تكون منهارة هالقد؟ انتي شو فهمك بشعور الام؟ اذا حتاخدوا ابني ما فيني اعيش. قولي للشرطة يروحوا من هون وإلا بدي أذبحك. انجي تأخرت كتير، حتى إذا قتلتيني ما رح يروح. إذا بتقربوا علي بقتل ليلى. انجي بترجاكي خليني أقدر ساعدك. إذا داهموا الشرطة البيت هيك بتكوني عم تعرضي حياة الولد للخطر. ليلى أنا بترجاكي خلي مراد إليك، إذا بدك كمان بعطيكي كل ثروتي، بس بترجاكي اسمحي لي روح مع ابني. إنجي صدقيني أنا كمان حابة يكون في عندك ولد، بس للأسف ابنك مات وما حدا بيقدر يغير هالشي. لساتك عم تكذبي، شو فكرتيني انا؟ انجي انجي وقفي انجي، شو عم تعملي؟ تعي صوت. انجي لا تعملي هيك، هاتي الولد. بترجاكي خلاص، قلتلك هاتي الولد. طلعي لبرا. انجي طلعي لبرا. ماشي ماشي، قفلي الباب. انجي لا تعملي، قفلي الباب. لا تقوصوني انا طالعة. انجي انت عم تغلطي. ليلى انت خرسي بقى. ست انجي بالمطبخ رح تقتل حالها وتقتله. انجي لا تعملي هيك. الشي الوحيد اللي بدي اياه اني اعيش مع ابني، طالما ما رح تسمحي بهالشي كلنا رح نموت هون. ابني حبيبي اتركوني. حبيبتي شو عملتو؟ مراد أنا كتير تعبانه. صاير شيل الولد؟ الحمد لله الحمد لله خلصنا الولد، بس أنا كتير تعبانه. أنا كتير بحاجتك يا مراد. طيب وينك أنتي؟ يلا جاي لعندك. Thank you.
Zaman gelir.